الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان في لا تحزن يومك يومك، معنى الكلام أن تشتغل باليوم الذي أنت فيه، هذا اليوم الذي أطلت عليك شمسه وانبثق إليك فجره هو أنت، هو حياتك، ملخص حياتك. ليس الأمس الذي انتهى وانقضى، مات أمس رحمه الله، وغدا ليس مولود أصلا. أنت تراهن على ماض قد انتهى ومات، أو تراهن على مستقبل لم يولد أصلا ولم يأتي. إنما رهانك الوحيد في يومك يومك، حتى يقول إذا أصبحت فلا تنتظر، في الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. في مكتبة الكونغرس في أمريكا لوحة مكتوب عليها يومك يومك، وهذه من كلمات الجميلة جدا التي لو قام الإنسان نفذها في حياته، لكن بإرادة فولاذية يحتاج إلى الأمر إلى شجاعة وإلى همة وعزيمة. أنا أوصيك أن تجرب هذه التجربة، إذا أصبحت تقول لا أعيش إلا هذا اليوم، أنا سوف أجمع شملي على أني هذا اليوم كأنني ما عشت قبله يوما ولا عشت ولا نعيش بعده يوما، هذا يومي حياتي، من صباح هذا اليوم إلى غروب شمسه سوف أشتغل بهذا اليوم فحسب، وسوف لا أشتغل بغيره. فتركز اهتمامك في هذا اليوم، تقول مثلا أمامي صلوات الخمس، أمامي جزء من القرآن، أمامي عمل سوف أؤديه، وظيفة، موهبة، طلب القوت للعيال، حسن الخلق، الصدقة، يعني المهمات التي تسجلها أمامك اجعلها، وحتى لو كتبتها في كتابة في جيبك مكتوب اسم يومك يومك، في هذا اليوم سوف أنهي كذا وكذا، أكتب كذا، أقرأ كذا، أتصل بكذا، سوف تجد كم تنتج في هذا اليوم. جرب، لكن يحتاج إلى عزيمة وإرادة كما قلت لك، ويحتاج إلى همة قوية تقوم بها.